السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل لاباس، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم ان شاء الله حنديروا درس على وشنو هي العلاقه بين لومبرياج والسرعه الاولى. كاين بزاف يديروا في بالهم باللي يتقلوا لومبرياج غير في الاقلاع، يعني كي يكونوا مقارين ورايحين يقلعوا، مي بصح في الازدحام ينساو هذه النقطه وينساو باللي كل مره يتوقفوا لازم يضغطوا على لومبرياج. دوك هنايا نحن نرجعها باك السرعه الثانيه ونديماري، نشوف هذا يطول، نرجعها السرعه الاولى هكذا، نرجعها السرعه الاولى نستناه يخرج، ومن بعد كي يخرج هذا نحرج على الفران، نطلق لومبرياج نص وناكسيليري. كي نشوف ما كاين والو نطلق لومبرياج كامل، ومن بعد نعاود نضغط على لومبرياج نرجعها السرعه الثانيه، نشوف ما كاين والو نضغط على لومبرياج نرجعها السرعه الثالثه. هنايا قلت لكم كاين يدير في بالو، يعني مبتدئين اللي لاحظتها بزاف سواء مع المترشحين ولا اللي يجوا يتعلموا يزيدوا سوايع، ولا هنايا يديروا في بالهم باللي كي يكونوا حيدي ماريو، يعني كي تكون مقاريه الطوموبيل وحيدي ماريو تما صح يحوسوا على البوان دو باتيناج ويسايسوا لومبرياج ومن بعدك ديماريو، مي بصح كي يكونوا في السيركيلاسيون ولا يكون تخرجهم حاجه على غفله ولا يتوقفوا بالدوزيام، اذا كان يكونوا بسرعه ثانيه يتوقفوا بسرعه ثانيه، مي بصح يديروا يا ينساو باش يديروا السرعه الاولى، يا يديروا السرعه الاولى بصح ما يعطوش اهميه للومبرياج، تما تقعد غير تطفالهم السياره. علاش تطفالهم السياره؟ خاطر يحاولوا تما يحاولوا يكونوا خفاف في الديماراج تاعهم باش ما يقلقوش الناس اللي موراهم، ومن بعدك تما يولوا تقعد السياره ديالهم غير تكالي، يعني السياره تاعهم تقعد غير تطفى. هنايا كنت بالسرعه الثالثه رجعتها للسرعه الثانيه باش نجوز على الرومبوان. الرومبوان دوك هذيك راهي فارغه، اذا شفت كاش حاجه ما خلاونيش نخرج من الرومبوان ولا نرجعها السرعه الاولى هكذا، ونطلق لومبرياج بالعقل، نرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل، يعني كل مره نتوقف لازم نتوقفوا بالسرعه الثانيه ونرجعوها للسرعه الاولى. وكي نرجعوها للسرعه الاولى تما لازم لومبرياج غير بالعقل، ومن بعد كيف السرعه الثانيه دوك كيما انا هنا بلاصه ضيقه وهذا راهو توقف، نضغط على لومبرياج نرجعها السرعه الاولى، نهبط الاشاره تاعي باش نتجاوزو، يعني هنايا بلاصه ضيقه وراهم قاريين من هيه، مي بالك باش يسقسي ما يعرفش الطريق ولا على بيها توقف تما، يعني تما سختو نتوما جديد في السوقان كي تحبوا تقاري وما تقاريوش في بلايص ضيقين باش تقدروا من بعدك تخرجوا. هنايا ما كاين والو نرجعها للسرعه الثانيه، فهمتوا واش قصدي؟ هنايا درت لكم ندير لكم فيديو صغير برك باش نحيو هذا المشكل تاع الاقلاع، باش نعاودو نديماريو في السيركيلاسيون، ولا كي تشوفوا واحد خرج لكم ولا واحد يحب يقطع. هنايا دائما نتوما تحبسوا بسرعه الثانيه دائما كما قلت لكم باش ما تتخلط لكمش، كي تحبسوا بسرعه الثانيه دوك حنا نرجعها السرعه الثالثه، كي تحبسوا بالسرعه الثانيه دائما لازم وضروري ترجعوها للسرعه الاولى. شوفوا هذه قاعده تحفظوها، تكونوا بسرعه ثانيه تحبسوا بسرعه ثانيه، ومن بعدك لازم كل مره تحبسوا رجعوها للسرعه الاولى. كما قلت لكم كاين صح اللي رجعوها في البوامور باش يرجعوها، يعني يرجعوها بوامور باش يصراحوا ولا، مي بصح نتوما راكم ساعات تنساوها في البوامور، يعني ولا تنساو تقعدوا بسرعه ثانيه، تما لازم كل ما تحبسوا ترجعوها للسرعه الاولى باش تعاودوا الديماريو. وكي تعاودوا الديماريو كل مره تعاودوا الديماريو لازم تحوسوا على البوان دو باتيناج، ما تقعدوش تخموا على لي موراكم وما تقعدوش تحاولوا تزربوا في الاقلاع تاعكم. كاين يحاول يكون خفيف في الاقلاع تاعو على بها تما على بها يقعد غير تكالي له السياره ديالو، على خاطر علاش يقعد يخمم يزرب يديماري، يعني يكون خفيف الاقلاع تاعو، كي يحب يكون خفيف الاقلاع تاعو راهو ينسى البوان دو باتيناج ما يسايسوش، ومن بعد تقعد تفالو السياره عده مرات. يعني هنايا دوك هاديك انا حندور على اليمين طلع الاشاره تاعي، نقص نوبري ندير السرعه الاولى. هنايا مفترق الطرق بدون اشاره والاولويه على اليمين، اليمين تاعي راهو فارغ نقدر ندور، نشوف ما كاين والو نضغط على لومبرياج ونرجعها للسرعه الثانيه، ما ناكسيديريش نخلي الناس يقطعوا، كي يجوزوا الناس نعاود نرجع لاكسيليغاتور تاعي. هنايا نشوفهم متوقفين لهيها، انا منا نبدا نقص بالفران، شفت باللي خلاص ما كاش سيركيلاسيون نرجع لاكسيليغاتور، وصلت ليهم تما نقص بالفران
حتى نوصل لعندهم بعد كي نقرب ليهم نضغط على نوبرياج ودائما كنو نتوقف كامل لازم نرجعوها للسرعه الاولى ونعاودو نديباريو كي نرجعوها للسرعه الاولى انا غير نعاودها لكم لازم نحوسوا على البوان دو باتيناج يعني نقطه الوصل. نقطه الوصل شنو هي؟ هي دوكاتيك انا دايره بزاف فيديوهات في القناه باش يعرفوهم تروحوا ليهم تحوسوا يعني في تاع سيركيلاسيون انا دايره يعني اللي تبعوني يقدم ام يلقاو الفيديوهات. نقول لكم ان شاء الله نكون فهمتكم في هذا الدرس ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله. سلام.